والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ثم أما بعد، فتتشرف هذه الندوة من ندوات الدروس المحمدية أن تستضيف فضيلة الأستاذ الدكتور محمد بن بريكة الحسني نسبا، الجزائري مولدا وموطنا ومنزلا، علم من أعلام الجزائر وجهبد من جهابدة التصوف في العالم العربي والعالم الإسلامي. مرحبا بكم سيدي في هذه الندوة، وطاب المجلس بوجودكم. أهلا وسهلا. قبل أن نتلقى أسئلة الطلبة وتتفضلون سيدي الفاضل بالإجابة عنها، هل لكم أن تحدثونا عن الدرس الذي ألقيتموه في افتتاح الملتقى تلخيصا واختصارا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. دار الدرس الذي ألقيته في افتتاح الدروس المحمدية في طبعتها الخامسة حول قوله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وهذا الشعار الذي هو آية قرآنية من سورة فاطر يمثل التوجه الكبير لهذا الملتقى، إذ أن حديثنا عن العلم يدور في مجالس أخرى، يتحدث الناس عن العلوم وعن تقسيم العلوم وعن فائدة العلم وعن دور العلم في رقي الأمم، إلا أنهم يغفلون المسألة الثانية وهي موضوع الخشية. والخشية تندرج ضمن محور الأخلاق، ومحور الأخلاق هو أحد مرادفات علم التصوف. لذلك توجهت هذه المحاضرة إلى السادة المستمعين من طلبة وأساتذة وباحثين، وطبعا مشاهدين عبر الفضائيات، توجهت إليهم بهذا الربط، وهو علاقة التلازم بين العلم والخشية. هذه العلاقة علاقة لزومية، لا يمكن أن نتكلم عن العلم إلا ونصدره بتاج الخشية الذي يوجهنا في مسارنا العلمي جميعا. وضربت على ذلك مثلا بعنوان صغير وضعته لهذه المحاضرة، وهو التأسيس العلمي للتصوف نموذجا. لماذا التأسيس العلمي؟ لأن كلمة تأسيس في مجال البحث العلمي تشير إلى وضع القواعد. وضع القواعد في مجال العلم، نقول هذا العلم مؤسس على كذا وكذا من القواعد، سواء تحدثنا عن الرياضيات أو عن علم الفلك أو عن علم الفقه أو علم الأصول، نتحدث عن جملة من القواعد. التأسيس العلمي، ويراد بذلك القول بأن التصوف علم شرعي حادث في الملة، إذ أن البعض يحاول أن ينفي عنه صفة اندراجه ضمن العلوم الشرعية الحادثة في الملة كشأن سائر العلوم التي يتدارسها المسلمون، فإنها كانت مسمى في عهد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعهد الصحابة، ثم مع بداية يعني آخر عصر الصحابة وبداية التابعين صار المسمى اسما. إذا تحدثنا عن التصوف هو مسمى في عهد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أنه صار اسما بعد ذلك. الأصول كذلك، الفقه، الحديث، القراءات، كل هذه العلوم كانت مسميات في عهد الحبيب صلى الله عليه وسلم، وصارت لها أسماء، يعني كانت موجودة وصارت لها أسماء بعد ذلك بحكم التخصص الذي حدث في علوم الشريعة، وهو أمر إيجابي في مجال البحث العلمي في تاريخ الإسلام. التأسيس العلمي للتصوف نموذجا، للأمانة احتفظت باسم التصوف، وإن كان البعض
من الباحثين يقول نحاول تقريب هذه المسألة من الطلبة ومن الدارسين بتغيير اسمه إلى علم الأخلاق أو علم التزكية أو علم التربية، وأنا لا أجد مشاحة في استخدام هذا الاسم ولا في سائر المرادفات الأخرى الموجودة، بل إنني أفضل الحديث عن علم التصوف باعتباره تأسس وكتب فيه القدامى والمحدثون نموذجا. طبعا لا يمكن أن نأخذ في الحديث عن علوم كثيرة، وإنما اكتفينا بعلم التصوف باعتباره علم الخشية. نعم، شكرا لك سيدي. نفتتح الأسئلة بهذا السؤال، يقول فيه صاحبه: يذكر ابن خلدون في مقدمته وهو يتحدث عن التصوف أن أغلب الطرق الصوفية تنتهي في نسبتها إلى سيدنا علي كرم الله وجهه، وهذا ضرب من ضروب التشيع، كما أنهم يشابهون الشيعة في اتخاذ المشايخ والأقطاب والأئمة. نرجو من فضيلتكم توضيح هذا الأمر المشكل. طيب، هذا الأمر ليس مشكلا على الإطلاق، يقال مسألة ومشكلة ومعضلة. أما المسألة فهي الوضع العقلي البسيط الذي يمكن أن يتناوله أي كان. المشكلة أشكل الأمر، يعني صار غير واضح ويحتاج إلى نوع من التدبير. المعضلة الأمر الذي سد دون صاحبه باب الفهم. الأمر ليس مشكلة، ويطرح أيضا في مجال البحث العلمي ما يسمى الإشكالية، وهي طرح تساؤل بشأن نص علمي طويل أو بشأن كتاب طويل أو بشأن موضوع طويل أو بشأن فلسفة ما أو علم ما أو فن ما. المسألة ليست على الإطلاق بهذا الشكل، الأمر ليس مشكلا. الكلام لابن خلدون حقيقة في المقدمة هو الذي شبه الصوفية في نظرية القطب بالشيعة الإسماعيلية، وهذا موجود في الكتاب الأول من المقدمة، في لأنها طبعت في جزئين في أكثر الطبعات، وجد هذا الكلام وهو الحديث عن نظرية القطب والأوتاد والأبدال باعتبارها تشبها بنظرية الشيعة في نظرية الإمام المنتظر وبقية الدائرين في فلك هذه النظرية الخاصة بالشيعة. وابن خلدون للأمانة تراجع عن هذه الأقوال التي ذكرها في المقدمة، تراجع عنها في كتاب آخر كتبه في آخر حياته حين اختلى مارس الخلوة، كتب كتابا عنوانه شفاء السائل لتهذيب المسائل، وهو كتاب في التصوف. ومع الأسف الشديد فإن الذين ينقمون على التصوف أو لا يحبون سماع هذه الكلمة أو يعادون التصوف دائما يستشهدون بكلام ابن خلدون في المقدمة ويتركون كتابه في شفاء السائل الذي جاء لاحقا على الكتاب الأول. وهذا الأمر فعلوه مع رجلين آخرين في تاريخ الإسلام، هما أبو الفرج بن الجوزي صاحب تلبيس إبليس، وهو تلميذ الشيخ سيدي عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه، إلا أنه انحرف في هذا الكتاب ورد عليه علماء الملة وعاد في آخر حياته فكتب كتابا بعنوان صيد الخاطر، بل كتب كتابا في طبقات الصوفية عنوانه صفة الصفوة، أو كما يطبع صفوة الصفوة، يعني خلاصة الخلاصة. والذين كان يذكرهم بالسوء في كتاب تلبيس إبليس أو نقد العلم والعلماء وهو اسمه الثاني، ذكرهم بكل خير في كتاب صفوة الصفوة، وهو كتاب ضخم في العباد والزهاد والمتصوفة. أيضا ابن قيم الجوزية الذي كان سيفا على المتصوفة في بداية حياته كتب ثلاثة كتب في نهاية حياته أنهاها متروحنا. وحدثني بعض الأحباب عن سيدنا الراحل سيدي محمد بن القايد رضي الله عنه أنه قال إن كان هناك يعني رجل في الطائفة المعادية للتصوف في كلامه بعض تزكية في نهاية حياته فهو شمس الدين ابن قيم الجوزية، وقد جاء بعد أبي الفرج بن الجوزي بينهما رجلان في الطبقة. هذا الرجل كتب ثلاث كتب، كتب كتاب الروح، وكتب كتاب مدارج السالكين في منازل السائرين بين إياك نعبد وإياك نستعين، شرح به رسالة الإمام الهروي الأنصاري، ثم كتب كتابا يرفض الكثير من أبناء جلدتنا إعادة طبعه لأنه حجة عليهم، وهو كتاب طريق الهجرتين ومفتاح باب السعادتين،
وأغرب ما فيه أنه يجد الأعذار لسيدنا أبا يزيد البسطامي وسيدنا الحلاج رضي الله عنهما وعن أضرابهما في كلمات عرفانية كبيرة. هذا الكتاب يحاصر من المعادين للتصوف، لأنه لو انتشر بين طلبة العلم وبين الناس لكان حجة عليهم. بالنسبة لابن خلدون، حديثه عن الشبه الواقع بين نظرية الشيعة في الإسماعيلية خاصة، لأنه ذكرهم بهذا الوصف، وصف هذه الفرقة، والشيعة 30 فرقة، 30 فرقة، ذكر العلماء أن أكثرها يعني على غير جادة الصواب، إلا فرقتان تقتربان من أهل السنة، ذكروا منهما الزيدية لقولها بإمامة المفضول مع وجود الفاضل. هذا التشبيه في الحقيقة لا يصح، وقد أبطله قبل هذا الزمان، قبل زمان ابن خلدون، أبطله الإمام جلال الدين السيوطي رضي الله عنه الخبر الدال على وجود القطب والأوتاد والأبدال، وأبطله أيضا ابن عابدين الحنفي من المتأخرين عليه بكتابه الخبر الدال على وجود القطب والأوتاد والأبدال والنجباء والأبدال. فهذا التشبيه لا يستقيم، والقول بأن الصوفية يقتربون من التشيع هذا كلام خاطئ. ولكن ذكر الدكتور هلال في كتابه بين الشيعة والصوفية، والدكتور مصطفى كامل الشيبي في كتاب مشهور وهو عراقي كتب كتابا من الأربعينات عنوانه الصلة بين التصوف والتشيع، حاولوا أن يجدوا عدة محطات يتقاطع فيها الصوفية مع الشيعة: حب آل البيت، التبرك، المقامات، والحديث عن التزكية، ويسميه الشيعة عرفانا كما هو مدون في آخر كتبهم. إذا قال الشيعي نمارس العرفان أو نحب العرفان أو يتحدث عن العرفان، فإنما يتحدث عن التزكية التي هي التصوف بمفهوم أهل السنة. والواقع أن هناك أوجه شبه في بعض المسائل، ولكنها لا تعني التطابق، فالتصوف ليس مذهبا، إنما هو جوهر الدين، التربية، التزكية، الإحسان بعدة تسميات وردت في الكتاب والسنة. الشيء التي تشابه فيها الشيعة مع الصوفية، والله الشبه في التداخل في هذه المحطات. نعم. الشيعة يحبون آل البيت، ولكن يغلون في هذا الحب، يغالون فيه بسب الصحابة، لكن أهل السنة يحبون آل البيت ويحبون الصحابة، ومقام آل البيت عند جميع الصوفية، حتى قال أكابر العارفين بأن صاحب الوقت لا يمكن أن يكون إلا من آل البيت، لأن هذا الميراث المحمدي يجب أن تتحمله ذوات تحمل أنوار سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. مسألة التبرك، طبعا إخواننا الشيعة يزورون ويتبركون، ومسألة المقامات والأضرحة، أقام الشيعة لآل البيت وللعارفين فيهم مقامات تزار ومعروفة إلى اليوم. كذلك أرباب التصوف كانوا دائما يعظمون الأولياء ويقيمون لهم المقامات كما هو معروف، وكما قال الشاعر: زيارة الصالحين مرهم يبري، ومفتاح أبواب السعادة والخير، عليك بها يا صاحف القوم، باح بها في السر والجهر، ولا فرق فيها بين مجذوب وسالك وحي وذي قبر. وسيدنا البصيري في عهده كان بالبقيع 10,000 قبة، أي نور وأي نور شهدنا، لما أبدت لنا القباب قباء. قباء حيث كان مسجد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من يعني المساجد الكبرى في تاريخ الإسلام. أي نور وأي نور شهدنا، لما أبدت لنا القباب قباء. وآخر القباب التي هدمت قبة سيدنا العباس رضي الله تعالى عنه، بناها سيدنا عبد الله بن عباس، وأكثر الصحابة كانت لهم قباب، وأكثر يعني أفاضل التابعين كانت لهم قباب، وجاءت الموجة التي تعرفون في تاريخ الإسلام فقضت عليها وسوتها بالأرض، ومنعت الناس من زيارة القبور بدعاوى باطلة. نعم. يقول أحد الطلبة في سؤاله: قلك نشكركم فضيلة الدكتور على المحاضرة القيمة التي استفتحتم بها الملتقى، ونلتمس من فضيلتكم توضيح معنى العبارة التي وردت في درسكم الكريم، وهي قولكم: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن قارئا. ولكن المقصود أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يقرأ الخط والحرف في الجاهلية، حتى يقال بعد ذلك بأنه جاء بهذا الكتاب من عنده.
وذكرت بيتين لسيدنا محمد بن عبد الكبير الكتاني رضي الله عنه قالهما في التائية الكبرى، وهو متوفى في أوسط الثلاثينات من القرن الذي مضى، ويعتبر أحد كبار أهل الفتح، وفي مذكرات مع سيدنا الشيخ سيدي محمد عبد اللطيف بالقائد رضي الله عنه، حدثني بمن حدث والده سيدنا الراحل عن هذا الرجل، لقيه وأنكر عليه أهل عصره ما كان يتلفظ به. توفي ل36 سنة وفتح الله عليه الفتح الأكبر، وآخر ما طلعت عليه من كتبه بتحقيق أحد أحفاده هو كتاب خبيئة الكون، خبيئة الكون في معاني الفتح الأكبر والذات المحمدية على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التسليم، وعلى الحقيقة المحمدية، كلام على طريقة العارفين عميق جدا. سيدي محمد بن عبد الكبير الكتاني ذكرت بأنه قال بيتين في التائية، وهي طويلة يعني فيها مئات الأبيات، 500 بيت وزيادة. قال في حق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيدنا جبرائيل يخاطبه، قال له اقرأ، قال ما أنا بقارئ لأنني قرأت في مكاتب قدرتي، قال له اقرأ، قال ما أنا بقارئ لأنني قرأت في العهود القديمة. معنى ذلك أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاه الله كل العلم في عالم الأرواح، وسيدنا جبرائيل كان يعلم ذلك، وإنما كان يضمه ليستمد منه. وهذا لا يتنافى مع ما يتحدث به المفسرون، قال له اقرأ، قال ما أنا بقارئ، يعني أنا أمي لا أقرأ ولا أكتب، لا يتنافى معه، ولكن المعنى الذي تستريح إليه النفس والتحقيق وأهل الله سبحانه وتعالى هو هذا الذي ذكرت نسبة لسيد محمد بن عبد الكبير الكتاني رضي الله تعالى عنه. ويكفيك قول سيدنا البصيري، وإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم.